مباشرة مباشرة. الملك ديالنا جاهز. منظر شمن منظر يا نقولوا عسى المالي شنقولوا عسى المالي كنت عندنا مدخن مع راسو انتينا مضيع بواحدة دخن مضيع دخن مضيع مضيع ودار راسك على مدخن انت شوالو إذن مشاهدينا الكرام كما تشوفوا اليق صاحب الجلالة نصره الله الآن يمر في عرض سواحل لمرتين. أهلا وسهلا بصاحب الجلالة نصره الله وأيده ومرحبا به بيننا هنا بعملة المضيق الفنيدق. الجاطي فوق الليح ولا الليح فوق الجاطي؟ ها؟ هذيك اللي خطره هو. فين هما؟ عادي ما كيبانوش. جيتسكي يا. هذاك الجيتسكي راه يلا. راه هما بعادين عليه بقاو. ها؟ حقه بعادين عليه. راه هما راه. هما بعادي ناس الاخوه مشاطئ مارتين انتم ما تشوفوا اليخت الملكي كيمر امامنا على بعد اميال قليله من الشاطئ على بعد اميال قليله من الشاطئ. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا صاحب الجلاله. أجواء صيفية رائعة هنا بمدينة مارتين. حرارة تبارك الله اليوم الشاطئ ممتلئ عن آخره. الدنيا عمرة بالناس الزوار ديالنا. أهلا وسهلا ومرحبا بهم جميعا هنا بمدينتنا الغالية مدينة مارتين حيث الأجواء ساخنة. والبحر ممتلئ عن آخره. هذه سابقة في تاريخ مدينة مارتين ان فات الساعة هذه كتكون الدنيا عمراء قليل بزاف كتكون مارتين شهر 7 كتكون الدنيا باقا خاوية. لكن دابا حنا في يوم 5 يوليوز والشاطئ عامر كأننا في شهر 8. الشاطئ ممتلئ عن اخره عن اخره ما عندك شي فيه تنزل حتى العود والله تبارك الله عامرة 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 الحمد لله. هذا ان دل على ان الناس كتعجبها هاد المدينة وكيعجبوها ناسا وكيعجبوها المرافق ديالها. واهلا وسهلا بكل واحد جا عندنا وشرفنا هنا بمدينة مارتين. اذا كما كتشوفوا هذا هو اليخت الملكي يمخر عباب البحر في اتجاه
الشرق باتجاه الشواطئ المغربية الشمالية الجميلة التي تغري بالزيارة وتغري بالاستجمام. منظر رائع جميل جدا. لا صوت يعلو على صوت البحر، لا صوت يعلو على صوت العطلة، على صوت المرح والفرح والاستجمام بمدينتنا الحبيبة مارسيل التي تستقطب الآلاف من الزوار من مختلف أماكن مملكتنا الشريفة وكذلك من خارج أرض الوطن الحبيب. أهلا وسهلا بالجميع معنا هنا في مدينتنا مارسيل، نرحب بهم ونفتح لهم أبوابنا ونفتح لهم أذرعنا. على الله يفوز أوقات سعيدة هنا معنا بمدينة مارسيل. مارسيل التي أصبحت قبلة مهمة لمن يحبها ولمن يعشقها، تجوا الآلاف من السياح من الزوار من مختلف مناطق المملكة الحبيبة. إذن الإخوة والأخوات نكتفي بهذا القدر من هذا الفيديو الصغير الذي نقلنا لكم فيه مباشرة اليخت الملكي لصاحب الجلالة ملكنا محمد السادس نصره الله، وهو يبحر في اتجاه مدينة الحسيمة أو السواحل الشرقية للمملكة. إلى هنا أترككم إلى فرصة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.